تقدمنا بشكل ملموس وواضح جدا بما يخص مشاريع المدرة للدخل. طبعا الوزارة خصصت أكثر ما يقارب من 1000 مشروع في المشاريع المدرة للدخل، واللي هو إحنا خصصناها للعوائل الأكثر هشاشة وتحديدا الموجودين في المخيمات، حتى هذا نساعدهم أيضا في عملية العودة إلى مناطقهم الأصلية. لكن التحدي أو العثر اللي موجودة هو عدم إقرار الموازنة، لكن إحنا حقيقة تبنينا الموضوع مع المنظمات الدولية، وبالفعل إحنا الآن نعمل مع بعض المنظمات الداعمة للوزارة، وبدينا بمشاريع المدرة للدخل، بدينا بفتح مشغل للنساء في ما يقارب المستهدفين ما يقارب 300 امرأة في احدى المخيمات، واللي هي تحديدا في مركز التأهيل النفسي، حتى من تعود عندها مهنة الخياطة، وهذا راح يسهل انه تعيد عائلتها، لان احنا اغلب المشاريع اللي خصصناها راح تكون للنساء باعتبار انه اكثر العوائل الموجوده في المخيمات هي تأهيلها امراه، فبالتالي هي اللي اكثر حاجه للدعم الاقتصادي حتى تمكن عائلتها اثناء عودتها الى مناطقهم الاصليه.